محمد، شنو رأيكم بالشخص اللي يكون ضحية الأنا مالته أو الإيغو، بما معناه أنه يكون عنده تضخم بتقديره لذاته وتقديره لإمكانياته بحيث ممكن يخرب حياته؟ مشكلة والله لما الواحد بيشوف حاله بيكبر 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 بحاله. هلا احنا كلنا عندنا الايجو اللي هو احساسنا بذاتنا بنفسنا بهويتنا او الفاليوز تبعونا، بس لما الهوس بالانا يكبر والايجو يكبر عن نفسه مصيبه صح؟ بالضبط، بيأذي نفسه بيأذي غيرته، بتصير مشكله والله. يا صح، ممكن يأذي نفسه يأذي غيره زي ما قالت هيفا، ويوصل لمرحله يصير مغرور او يصير اناني او يصير كلهم مع بعض، والناس اللي حالة تبدأ تنفر منها، ما تبغى تجلس معاه، تبغى تتركها بأي طريقة كانت. هي لما بالزبط. تكون الأمور معقولة تنطي للواحد ثقة، بس لما كل شيء يزيد عن حده يقلب صدق ضده، يعني الغرور والأنانية مصيبة إذا انجمعوا بعد اثنيناتهم سوية. زين، الواحد شنو الدلائل اللي ممكن ينتبه عليها حتى يراجع نفسه بعدين ويقول أوه أنا قاعدة تصير عندي أنا؟ الدلائل اللي بتبين إنه الواحد الإيجو عنده صار عالي وكبير كتير، واحدة منها إنه ما بتقبل النصيحة، شو ما الناس يعطوه نصائح ما بيسمع، خلص بس رأيي أنا المهم ورأي الناس مش مهم، أو يمكن أنا أذكى منهم أحسن منهم، ما بيسمع رأي حدا، يحب بس المدح يعني. وفي كثير نقطة إنه يكون عندهم attention، لازم تشوفوني أنا محط الأنظار، أنا هنا أنا موجودة، ما في إلا هو كان في المكان هو المميز الموجود. يعني نفس الشيء اللي هو اللي يسولف عن نفسه 24 ساعة آني 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 آني، يعني فعليا ممكن الحوار كله بكلمة آني عنه. وكمان لما بده يعمل شيء قرار معين بس رأيه بيكون الصائب بالنسبة له، وبعقله بعد يستصغر كل حدا حواليه أو يحكي إن هم مش مؤهلين، هم بلفل أوطى منه، هو بلفل أعلى، دائما هيك عقله مبرمج إنه يفكر بهالطريقة. يعني حتى ممكن يطلع عيوب غيره بس في سبيل إنه يثبت نفسه، ويبغى دائما يصاحب الأقل منه عشان يسيطر، يفرض سيطرته عليهم. من الدلائل اللوخ اللي ممكن شفتها بمجال العمل بالتحديد إنه يرفض العمل الجماعي، ودائما الهدف مالته هي الأماكن القيادية حتى يكون دائما بالصدارة بالأولوية، ما يقبل يتعامل ويا غيره إنه هو بس بمكان العمل، مستحيل ينطي مجال، يعني مش كتير كويس بتيم ورك العمل الجماعي. أبداً، العمل الجماعي اكس. معظم الناس اللي عندهم ايجو عالي كتير هم المشهورين سيلبرتيز عادة، او الليدرز اللي ممكن طبعا القيادة اللي مش صحية، يعني اللي بيكونوا مثلا عندهم مناصب كبيرة فبتطلع عندهم الإيجو عالي كتير. وبس في نقطة انا بحب افكر فيها دائما، انه دائما اذا شفنا شخص ما عجبنا شيء نقطة عنده، مثلا هو عصبي بزيادة أو إيجو بزيادة، بحب أخلي نقطة دائما إنه يمكن هو من جوا عنده شيء مكسور أو مجروح أو شيء عم بيغطي عنه بهاي التصرفات، يعني ليفل عالي من الحكمة إنه إحنا نقدر نطلع على حدا ونشوف من خلال عيوبه ورا، نحاول نفهم شو الباك ستوري تبعته أو يعني قصته الخلفية، شو اللي مخليه بهالشيء. ممكن هذه بعد يعتمد على الجانب النفسي وتاريخ بس العائلة. كل الناس راح تشوف بالطريقة هذه، دائما تحكم عليك من البداية. فعليا يعني أسباب الأنا متعددة وترجع لهواية أشياء، سواء ماضي أو انكسار أو خلاص يعني مليونير ومشاهير، فتراكمت الأنا. صح، برأيي وأتوقع ممكن تتفقون وياي أن الواحد لازم ضروري كل فترة يقعد ويا نفسه ويراجع نفسه ويفكر بالدلائل اللي إحنا هسه قلناها، سواء استصغار أو يعني يستبد برأيه، يسولف بنفسه هواية، يراجع نفسه. صح، ويشوف تصرفاته وأفعاله شلون تأثر به وبالمقابل وبحياته وبمجتمعه. بالضبط، حتى يتخلص من هذه الأنا. صح، صراحة مع نفسنا ومع الآخرين.